يقول السائل: فضيلة الشيخ، يوجد في بعض المطاعم بعض المنكرات مثل الاختلاط بين الجنسين ومشاهدة القنوات الفضائية، فهل يجوز الشراء من هذه المطاعم دون الجلوس فيها ولا الأكل؟ لا يجوز الذهاب إلى المطاعم اللي فيها منكرات إلا لمن ينكر عليهم أو يبلغ عنهم الهيئات للأخذ على أيديهم، أما إنه يشوف المنكر ولا ينكره لا يجوز له ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب. ونحن والحمد لله في بلاد مسلمة تقدر على أنك تنكر باللسان على الأقل، تقول هذا ما يجوز، اتقوا الله، ما يصلح هذا، وإلا ترى يبلغ عنكم المسؤولين. ما يسكت الإنسان ويخلي المنكر ويقول أنا بشري وروح فقط، أنت رأيت المنكر، لا يجوز لك تسكت، تقول لهم: يما ناس تخافون الله، تمنعون المنكر هذا، وإلا أنا سأبلغ عنكم المسؤولين. نعم.